على المستشفيات يعني المغربيه اللي ولات كتدهور نهار على نهار؟ المستشفيات المغربيه اللي كتدهور نهار على نهار مساله ديال التسيير، كنظن انها مساله ديال التسيير، مساله ديال وزير الصحه اولا، وتنظن بانه حتى الاطباء راه اللي تيخدموا في واحد الظروف ديال العمل اللي هي قاسيه. كتشوف لي ميدسان انتيرن اللي تيخدموا 24/24 راه الله يحسن العوان. لمن كتلوم يعني لمن كتحمل المسؤوليه؟ انا صراحه تنسكن في المدينه، مستشفى الصوفي تنشوف بانه مستشفى يرقى الى المستوى يعني المطلوب، يعني كتمشي من بريزون شارج كاينه حتى لي زومبلوي زعما مزيانين نقي. تنشوفوا ربما هاد الصور اللي كتجينا عبر الانترنت ديال المستشفيات اللي كتكون نائيه او بعض المرات اللي كتكون اشياء خارج عن الاختصاص ديالهم. في المغرب اختي لا مستشفيات لا والو، تمشي تما سير بقات سين بحال شي حاجه ما كاينه والو، والله ما الرغبه ديالك ما تيرقبوها ليك والو. ما عندناش الطب في المغرب والو ما كاينش. انا تهرست ثلاثة تهرست، مشيت عند الطبيب قال لي طلع دير البلاكه، هو لقيت طبيب اخر وانا مهرس اش قال لي غير موعد. يلا شنقولوا في هذه القضيه يعني فين هذا فين كاين فين طرات لك هذه القضيه؟ المهم انا طحت ومشيت للصوفي السبيطار ديال الصوفي، لقيت الطبيب قال لي طلع دير البلاكه، طلع درت البلاكه، هو لقيت طبيب اخر اش قال لي غير موعد، خرج لي لانكول بوماده وشي فانيل. من طلعت للدار تلقى راسي مرجت تهريسات. يلا وكيفاش يعني عالجتي هذا الشيء اللي فيك؟ عالجتو عنده واحد غير مختص اللي تيجبر، يعني ماشي في ذاك السبيطار اللي مشيتي النوبه الاولى؟ السبيطار كاع اللي مشيت ليه كاع عند واحد اللي تيدير التجبيره صافي، هو اللي جبرته 4 شهور وانا مريح. يعني خليتي الطب ومشيتي عند يعني الطب يعني بديل؟ مشيت عند واحد عشاب يعني غنقولوا عشاب. واهلا الصراحه هاد القضيه لمن كتلوح اللومه؟ وات اللومه للطبه، الطبه خصك تدور تغطي عادي غنفذوا لك اش باغي. اللي ما دورتيش ما دورتيش وما عندكش المعرفه شي حاجه ما كاينه. علاش انت ما دورتيش باش تشاف؟ باش غندور انا؟ اش غندور معاهم انا؟ عندكش؟ ما عنديش باش غندور معاهم. يعني الناس اللي ما عندهمش ما كاينش لهم يتشافى. احنا مواطنين، مواطن اي مواطن خصو يترغب بالدعوه ديالو، ما كاينش ما عندكش المعرفه ما عندك والو. يعني عندك فلوس تمشي للخاص يعني الناس اللي كيدخلوا يعني كيمشيو يتداولوا، اللي كنشوفوا دي فيديو الناس مليوحين في السبيطارات. كاينين هاد الناس بحال سبيطار محمد الخامس، كيدخل الناس ما كيلقاوش لا طبيب لا هادي لا والو، الناس اللي عندهم الفلوس كيسبقوهم، الناس فقراء تيخليهم فهمتي ولا حاجه. علاش هاد القضيه اللي عندك فلوس دوز ما عندكش فلوس تبقى؟ هادي كاين شي ناس ما كيعرفوش الله سبحانه وتعالى فهمتي، كاينين الناس اللي كيعرفوا الله وكاين الناس ما كيعرفوش الله، ما ديرش من وراه كاين واحد القبار وغادي يموت وهادي فهمتي ولا لا. كتلوح مسؤوليه؟ واحد المسؤوليه للناس اللي كيبغوا يديروا فيها عندهم الفلوس وهادي، لا خصو يعرف بان راه كاين القبر فهمتي، الا مات راه ما غيخليه والو، غينفعو غير العمل ديالو وداك الشيء اللي جاب معاه، هادشي اللي غادي ينفعو. ليكم شنو كيبان لك في تدهور المستشفيات المغربيه يعني حاليا؟ عيور تلام. لا 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 كيجيك المستوى ديال المستشفيات في المغرب؟ غير لائق. علاش غير لائق؟ ما كاينش المقابله، ما كاينش المقابله والو، تاخذ موعد بشي موعد القاضي ويقول لك اضراب ولا خارج ولا يعني كتمشي تلقى اضراب ولا كيعطوك مواعيد بعيده؟ بعيده واخا. واش كيبان لك في يعني الفيديو اللي انا كنشوفو الناس باغيين يولدوا يعني مهرسين دايرين اكسيدون لايحينهم؟ هادشي غير معقول. ما كاينش اطباء نقاشوه، خاص تكون واحد وقايه تما، خاصهم يكونوا الناس خاصهم يساعدوا الضعفاء على الاقل فهمتي، ما يبقاوش يتفرجوا فيهم ويشوفوا فيهم كيموتوا على برا. كاينين كاع المستشفيات ما كيجوش مع الصباح، كاع كيجوش مع الصباح كيبقاو يتسناو فيهم الناس، كاين اللي حامله كاين اللي مريضه كاين اللي بزاف الحوايج. على الاقل خاصو يكون بنادم واعي شويه وبنادم لا على الاقل راه قال لك الله سبحانه وتعالى حق المسلم على المسلم الست، ما هو إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مريض فعوده، عارفين شنو عوده؟ وإذا مريض فعوده، وإذا ماشى فاتبعه. بنادم خاص يكون اليقين بالله سبحانه وتعالى، وحاول بنادم ما يبقاش هذاك الجهل، حاولوا تعشقوا عباد الله، راه كاينين بزاف الناس مساكن عالم بهم الله سبحانه وتعالى، وكنتمنوا من هاد الناس هادو لا كانوا عندهم فلوس يتعاونوا مع عباد الله، راه حنا الحمد لله، ولكن كاين اللي ما عندوش مسكين، وكان عندنا حنا غادي نتعاونوا معاهم، ولكن حنا راه ما عندناش. كيقول لك دور ولا بغيتي تدخل الدواء؟ ها
هذيك لا ما خاصهاش تكون، هذاك راه كاين اللي مسكين ما عندوش، او لا ما عندوش فلوس، واش نعطيهم؟ منين غايجيبها لكم هاد الفلوس هذه؟ منين غايجيب؟ ما انا بنادم ما منين غادي يجيب لكم هاد الفلوس؟ خاص بنادم يكون واعي وخاف الله سبحانه وتعالى، حتى اللي خاف الله عينجا، راه حاش كاين الله سبحانه وتعالى فوق من كل شيء، راه حنا فقراء، راه الله هو الغني. هادشي راه تقريبا راه شحال هادي هنايا الدولة شوية كاينين المشاكل في المستشفيات، دابا اللي عنده الفلوس راه يداوى، ولا الإنسان دابا فاش تيمرض اللي عنده الفلوس راه تيمشي لبرا، معناها الطب راه ما عندناش. ما كاينش طب نهائيا في المغرب. إلا كاينة كاينة شي حاجة بسيطة، أما إلا الإنسان عنده شي حاجة كراف راه ضروري خاصو يمشي لبرا، وتا الدولة ما تتساعدش، تا الدولة ما كاينش العوين، بالنسبة للدرويش راه الدرويش إلا مرض راه كان لله. فين داك مشيتي للسبيطار لقيتي عشتي شي حالة ديال شي راجل أو امرأة ما بغا يداوى وما ساعدوش؟ تنشوف، أما الحمد لله ما عمر كان عندي شي حاجة كراف اللي غنعاني منها، ولكن تنشوف الناس تيعانيو، الناس تقريبا تمشي بعض المرات إلا شفت شي طبيب شي حد مريض من العائلة، تنشوف الناس راه ناعسين في الأرض. والطب تيتفرجوا فيهم، خاص اللي يدور معاهم، خاص يتحركوا معاك على هكاك. معناها الدرويش هو اللي واكل العصا في البلاد. يعني ما عندكش فلوس ما تداواش. وراه هذا الشيء اللي تيبان لنا، هذا الشيء اللي تيبان لنا، راه تيبان تقريبا الناس كاملين راه عارفين هذا الشيء، هذه المشاكل راه تيعانيوها المغاربه كاملين، اللي عنده الفلوس راه تيمشي للكلينيك. وكاين اللي عنده الفلوس تيمشي لبرا. لمن كتوجه المسؤوليه في هذه القضيه؟ تنوجهوا المسؤولين ديال البلاد كاملين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.